أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض الشباب يشغلون أنفسهم في رمضان بتتبع الأصوات والمساجد، فيوم عند مسجد في الشرق ويوم في الغرب وهكذا، حتى أن بعضهم يفوته جزء من الصلاة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ المقصود من قيام رمضان طلب الأجر، وليس المقصود تتبع الأصوات هي أحسن. المقصود طلب الأجر في القيام والركوع والسجود والدعاء، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أما اللي ما قصد إلا سماع الأصوات فهذا ليس له من الأجر شيء، هذا ليس له من الأجر شيء، لأنه ما جاء بيصلي، جاء بيسمع الصوت، وهذا أحسن من هذا وهذا أحسن من هذا. ما له قصد إلا الصوت، وله قصده الصلاة، قصده أي الأئمة أحسن صوت. هذا لا يجوز للمسلم أنه يكون على هذه السيرة. يكون قصد المسلم الصلاة تعبد، وأما الصوت فهو شيء تابع وليس مقصودا. نعم.